حياكم الله سادتي الكرام إلى موجز الأخبار من مؤسسة الشهداء. لا تزال التظاهرات الغاضبة تجوب شوارع العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد احتجاجاً واستنكاراً لقرار الحكومة الأردنية بالسماح لحزب البعث المقبور بالعمل السياسي. عوائل الشهداء والسجناء السياسيين جددوا تجمعهم الرافض للقرار الأردني أمام المنطقة الخضراء، كما انضم لصفوف المحتجين أعضاء لجنة الشهداء النيابية، حيث طالب رئيس اللجنة النائب حسن سالم الحكومة العراقية بوقفة جادة، مؤكدا أن ورقة البعث المقبور احترقت وولت، متوعدا بقطع اليد التي تطال العراق. كما تجمع العشرات من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وأصحاب الحس الوطني من أبناء البصرة أمام مديرية شهداء المحافظة احتجاجاً على قرار الحكومة الأردنية للسماح لحزب البعث الإجرامي بالعمل السياسي. كما تظاهر العشرات من أبناء واسط استنكاراً للقرار، والمحتجون طالبوا الحكومة العراقية باستدعاء السفير الأردني ومقاطعة حكومة عمان سياسياً واقتصادياً حتى تتراجع عن هذا القرار. وفد من مديرية شهداء الكرخ متمثل بمسؤول شعبة الرعاية العلمية حسين جبار وعدد من الموظفين يزور جامعة الكرخ للعلوم. الوفد التقى بمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية لؤي كاظم، وتباحث الجانبان تعزيز التعاون ومتابعة تخفيض الأجور للطلبة من ذوي الشهداء وفاء وإكراما لهم. استناداً لتوجيهات مدير مديرية شهداء مدينة الصدر على التنسيق مع المؤسسات الصحية الأهلية، وفد من قسم العلاقات والإعلام في المديرية يزور مستشفى الوزيرية الأهلية التخصصية. الوفد التقى بمدير المستشفى وتباحث الطرفان حول تخفيض أجور العلاج والفحوصات في المستشفى إكراماً لذوي الشهداء. وفد من مديرية شهداء واسط يلتقي بمعاون مدير هيئة الحج محمد الزهيري. رئيس الوفد مدير المديرية حسن الكلابي بيّن أن اللقاء شهد بحث الإجراءات المتعلقة بأوقات وآليات تفويج الحجاج من أبناء المحافظة، وأضاف أن هناك خطة عمل مشتركة ستتبع وسيعلن موعد انطلاق القوافل بعد إكمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وسيتم إبلاغ الفائزين بأي إجراء جديد. أحبتي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار مؤسسة الشهداء. ختاما، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.